مرحبا فيك في برنامج كابوتشينو. اليوم عندي تساؤل يسأله كثيرون. أنا أتحدث كثيرا عن السلف ساباتاج، وكلمة سلف معناتها حاجة ذاتية داخلية، وساباتاج معناتها تدمير، وإحنا أطلقنا عليه لقب التدمير الذاتي. نريد أن نعرف ما الذي نقصده بالتدمير الذاتي، ومتى يحصل، وكيف نعرف إذا هو الآن يحدث معنا، وكيف نتعامل معه. هذه مسألة مهمة جدا. باعتقادي الحديث عن هذا الموضوع أعطيته خصوصية وحلقة يعني كاملة، بسبب أنه لا تتخيل أن غالبية الناس يعيش في سلف سباتاج. وتعريفنا للتدمير الذاتي هو شعور بعدم الاستحقاق في الداخل، ينتج عنه تصرف واعي أو لا واعي في الحصول على شيء من صالح الشخص أو الإنسان. سأضرب لك أمثلة، لكن خلنا فقط نفند الآن التعريف. هو شعور في العمق في عدم الاستحقاق، يعني أن أنا لا أستحق هذا الشيء، أو أنا يعني ما أستحق هذا القدر. فهو يعني إما الورث أو الديزيرف باللغة الإنجليزية يقولونها. فعندي شعور بعدم الاستحقاق، عدم يعني الأهلية لهذا الشيء، وبالتالي أتصرف تصرف أحيانا واعي وأحيانا لا واعي في عمل تدمير لعدم الحصول على هذا الشيء. أعطيك مثال. شخص الآن مثلا يعني خلنا نأخذ مسألة وظيفية، عنده وظيفة وراتبه مثلا 5000 ريال، وبالنسبة له يعني في الوضع اللي هو فيه الآن 5000 ريال قليل، فهو يود أن يعمل الآن يعني أو يحصل على وظيفة أفضل توفر له مثلا 6000 7000 ريال أيا كان، فتتوفر له وظيفة 10000 ريال، نفرض أنه ضعف راتبه، طبعا تحسبها على حسب ما هو عندك يعني، فتتوفر له وظيفة 10000 ريال. هو في العمق في الداخل ليش أنه لا يستحق. أو مثلا هو الآن موظف، تأتيه عرض وظيفة يكون هو رئيس قسم أو يكون مدير مشروع صغير معين في مكان ما، فهو الآن قفزة من موظف إلى رئيس قسم أو من موظف إلى مدير مشروع، فهو في العمق يشعر أنه لا يستحق هذا الشيء. منين يأتي هذا الموضوع؟ يأتي من أسباب كثيرة، في الغالب في الصغر. يعني شخص لما ينشأ في صغره في الغالب الوالدين بغير قصد طبعا يمارسون هذا المعنى معه، أن أنت لا تستحق هذا الشيء، ومن يعمل كذا فلا يستحق، وإذا تعمل كذا الله ما يحبك، وإذا كذا كيف أنت الله يوفقك وأصلا أنت مو مرضي أمك ولا مش راضي مرضي أبيك. فمن هالمعاني التي تتعمق في الصغر فتصبح موجودة. على فكرة هذه ما لم تحسم يعني وتحل تبقى موجودة، يعني هو العقل يعتبرها أنها حقيقة، أنه أخذها من صغره واستمرت معها طوال حياته ويتعامل معها كحقيقة. فاللاواعي لا يعرف أن يفرق بين الحقيقة وبين الخيال، ما يستطيع، يعني هذه مش مهنته. هو يستطيع لكن مش مهنته. إنه برمجنا اللاواعي. المقصود في اللاواعي هو التفكير على المستوى اللاواعي. لدينا تفكير طبعا، ما في عقل واعي وعقل لاواعي وعقل عالي وكذا، إنما في تفكير. إحنا عندما أنا أريد أن أخذ قرار معين فهذا تفكير واعي. عندما أكل شيء وجسمي يهضمه فأنا لا أفكر في كيفية الهضم، يعني عقلي يتصرف مع جسدي ويتعامل معه بالقرارات بطريقة لا واعية، أنا ما أعيها، يعني أنا مخليها تلقائية وهكذا. فهذا المقصود يعني. فيتصرف الشخص بطريقة واعية أو لا واعية في عمل تدمير ذاتي تجاه شيء كان أصلا هو يوده، بس في العمق يشعر أنه ما يستحقه بسبب مرة أخرى البرمجة التي حصلت في طفولة أو لأسباب أخرى. فلذلك يعني يبدأ الآن يعمل حاجة. الواعي أقل، اللاواعي هو الكثير. يعني مرة أخرى، غالب الناس يعيش سلف ساباتاج ولا يعلم، وغالب الناس يعمل سلف ساباتاج باللاواعي، يعني ما يعملها بطريقة واعية. يعني أنا أحيانا مثلا
لما بدأت أنتبه لهذا الموضوع بديت أنا أعملها بطريقة واعية. أنا رأيت أن هذه مرحلة جيدة أن أمر فيها، أني أنا أقول أوكي أنا أعرف وأشعر أني أنا ما أستحق هذا الشيء، وأنا أود أن خلاص يعني أبعد هذا الشيء عني. فأنا أعملها بطريقة واعية، أنا أريد أن أعود نفسي أنني متى ما شعرت أني أستحق أو لا أستحق هذه مسألة راجعة إلي، ومتى ما أنا أردت أن أخذ هذا القرار أو لا أخذ هذا القرار أو أحصل على هذا الشيء أو لا أحصل على شيء، هذه مسألة أيضا راجعة لي، وأنا صاحب القرار فيها وليس البرمجة صاحبة القرار، أنا صاحب القرار الواعي في هذه المسألة. لذلك هنا يعني تحصل عند غالب الناس تدمير ذات، وغالب الناس يعملها بطريقة لا واعية فما يدري، يحصل على شيء يعني جيد ثم يأخذ قرار يعني معاكس لهذا الشيء، أو مثلا الآن تأتي وظيفة ويروح يعني في هذه الوظيفة وهي جيدة ورائعة وتدفع له ضعف الراتب والوقت أقل وفيها تطوير ذاتي رائع مثلا، يعني وفيها تطوير مهني وفيها تدريب وفيها فرص والمكان أفضل واستنشاق الهواء أجمل إلى آخره، ثم أول ما يدخل فيها الوظيفة ويشعر بهالحجم وفي شركة ضخمة الآن ينشئ مشكلة مع هذا الموظف أو المدير هذا الذي لا يفهم ولا يعقل ولا يحترم إلى آخره. يعني تعرف كل السلف سبتاج مبرر وله تبرير قوي، يعني له تبرير. طب كرامتي ماذا أعمل يعني؟ يعني مثل الآن أنا اعتقادي الآن ليحصل مثلا في البحرين مع احترامي تقديري لكل فئات المجتمع، سني شيعي مسيحي يهودي علماني، كل إنسان له حق في المطالبة فيما يريد، هل حقه في العيش يعني. إنما يعني كيف تطالب من الشعوب العربية تعرف عندها مشكلة في استيعاب الديمقراطية، تعتقد أن الديمقراطية هو قتل الحكومات وهو إسقاط الأنظمة وهو فتك يعني بأعراض الناس وهو تدمير الأشياء وتوقيف الأعمال وجلب الصحافة والإعلام لنا حتى ينقلوا. هذه مش ديمقراطية، هذه فوضى، هذه ديمقراطية إفريقيا عدت عليهم. إنما الديمقراطية تطالب بحقك، طالب حقك لا تسكت، استمر في المطالبة والتعبير عن حقك لكن بألطف الأساليب والطرق. يعني هو الإنسان لا يطالب ثورات شعبية أسقطت عثمان بن عفان، هل هذه ثورة شعبية شرعية؟ هذه ثورة شعبية فاشلة وثورة شعبية يعني أسقطت واحد من أفضل خلفاء الدنيا وأفضل حكام الدنيا، هاي ثورة شعبية قامت من العراق وجاءت كذا وجرفت المدينة ودخلت فيه. فالقصد أن يعني يجب مراعاتها. طبعا تفسير لها أنا سأتحدث في لقاء آخر عن موضوع الثورات وما يحصل. فأعتقد أن مثلا البحرين الآن الأولى على التنمية البشرية لمدة 6 سنوات في الوطن العربي كله، الآن البحرين هي تنمية بشرية عالية ترتيبها الثالث على الوطن العربي، من 30 الأوائل على العالم، من 35 الأوائل على العالم، حرية التعبير فيها أوسع من معظم الدول العربية يعني بعد الكويت ولبنان وإسرائيل، وفيها حريات وفيها يعني حرية الاقتصاد بل فيها حرية الرأي، أقصد حرية الاختيار في كل حاجة تغمجها. هل فيها ظلم؟ فيها. هل فيها اضطهاد؟ فيها. هل فيها خطأ؟ فيها. هل فيها تجاوز؟ فيها. لكن هذا ما يعطيك الأهلية بأنك أنت تدمر بلد بسبب أن أنا مظلوم. أنا قد أظلم لكن لن أدمر الكويت بسبب أن أنا أظلم، يجب أن أعرف الحد أنه كيف. فماذا أسمي هذا؟ سلف سبتاج اجتماعي، سوشيال سلف سبتاج، تدمير ذاتي اجتماعي، مجموعة من الناس أيا كانوا شيعة سنة أو شيعة وسنة بغض النظر يعني. لكن هم الآن يعملون تدمير ذاتي، هم في وضع آمن رغد جيد، فإن سيعيشون الآن معاناة وألم وتدخل خارجي وقوات خليجية وقوات إيرانية وقوات غربية وادخل البلد كلها في إشكاليات بسبب والله أن أنا في مظلمة أريد أن أحققها. هذه سلف سبتاج على مستوى الأمة، يعني أنا ضربت مثلا على مستوى الفردي، ضربت مثلا على مستوى مجتمعي، ولا على مستوى الأمة مثلا. إن الأمة تمنح الفرص الكثيرة، تمنح لها الفرص الكثيرة ومع ذلك تعمل سلف سبتاج، تدمر، فجر مثلا في مكان ما ولا أعمل في كذا ولا أدخل في صراع مع دولة غربية جديدة الآن وكذا وهكذا نعمل سلف سبتاج. مالت الدنمارك، الدنمارك أقوى دولة أوروبية وقفت مع الفلسطينيين، الدنمارك والسويد أكثر دولتين وقفوا موقف شديد جدا مع الإسرائيليين في موقف
يعني موقفهم مع الفلسطينيين. فلذلك حركشة أنا باعتقادي كذا بعض يعني اللوبيات الصهيونية كذا حركت مجموعة كذا وسوت رسومات كذا وحركت الأمة كلها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مصدقة وكذبة، صنعوا الكذبة وصدقوها أنهم هم الآن يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ودمروا الأمة. يعني أدخلوا الأمة في إشكاليات، وأخذت الأمم عنها فكرة ليست جيدة، واعتبروهم ناس متعصبين، ومات ناس في مظاهرات، واختربت علاقات مع دول، وقطعت شركات. وطبعا لما قطعت استبدلت بشركات أخرى هم لا يدرون، شركات إسرائيلية استبدلت شركات أمريكية من أصل يعني دعم إسرائيلي استبدلت فيما، وهم لا يعلمون. هذا سلف سبتاج، تدمير قد يعمل في اللاوعي، لا يشعرون في العمق أنهم يستحقون، لا يشعرون. يعني الناس عندها هذا الشعور الداخلي اليوم، العرب لا تشعر أنها تستحق حياة رغيدة، حياة كريمة، حياة من صغر هو يطالب يقول لك نحن سنقاتل حتى الموت وسنعمل حتى. فهو يعني هذا الشعور المتزامن المستمر، هذا يعني هذا نوع من السلف سبتاج. سأتحدث في حلقة قادمة عن كيف أدرك السلف سبتاج وما الذي بإمكاني أن أعمله تجاهه، فتابع في الحلقة القادمة بإذن الله.